أولا إن كان غادي يحضر معنا السيد وزير القطاع ديالنا اللي هو السيد هادي بن سعيد، ولكن تعرفوا القرار منع فيه منع الأنشطة الثقافية ووزير الثقافة، كذلك سي وهبي بصفته رئيس جامعة بنت بصفته الوزارية يصعب عليه في صدور قرار مثل هذا. ما تشوفوا ان السيد ودار هذا الشيء ما كان في البيوش حتى لاخر لحظه، هو بعد السيد ودار رئيس جهه مراكش وهو مع السي ودي، وكنت ما غنمشيوش فاش عرف انه كاين سبب رؤساء الجهات او واحد معنا، حيت كان مهم اننا نشرحوا هذا اللقاء. حنا الصحه العامه هي اللي عندها الاولويه، ولكن حتى دابا الحمد لله حنا في جو محافظين على الصحه العامه 100% والقاعه فسيحه. السيدة والسادة رؤساء الجهات، ممثلي السيد ممثل وزير الاتصال، زملائي الأعزاء، السيد النقيب، اسمحوا لي أن أعبر لكم عن شعور زملائي الدفين اليوم بوجود هذا الحضور الوازن بيننا. نحن مبتهجون بالدارجة، فرحانين بزاف لتجشمكم على الصغار واستجابة الكريمة لدعوتنا التي نعتبرها تشريفا للإعلام الجهوي في بلادنا، ومن خلاله للنساء ورجال الصحافة في المغرب. لقد اشتغلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لمدة 20 سنة بلا هوادة من أجل تكبير قطاع مأزوم بشكل هيكلي، ودشنا أول تعاقد بيننا وبين السلطات العمومية في إطار عقد برنامج، وساهمنا بقوة في إخراج مدونة صحافة جديدة وفي تأسيس مجلس وطني الصحافة للتنظيم الذاتي للميناء وفي كل أوراش الإصلاحية للإعلام، ولا نزال إلى الآن كمنظمة أكثر تمثيلية. في الخطوط الأمامية نحاول التصدي لمشاكل الصحافة الوطنية كقوة اقتراحية وتأطيرية فاعلة في الميدان، وما تأسيسنا للفرع السابع لفيدراليتنا اليوم بجهة سوس ماسة في أقل من سنة إلا دليل على أن العزم والعمل هو الحل الوحيد لمواجهة الأزمات وليس الارتكان السلبية والبكاء على الأطلال. إن الصراحة تقتضي منا الاعتراف أمامكم بأننا إزاء معضلتنا الأولى موضوعية وتتجلى في أزمة القراءة النافعة المرتبطة بالسلوك الثقافي عموما ببلادنا، وهذا هو منبع الأزمة الهيكلية. ولهذا اقترحنا صندوقا وطنيا لتنمية القراءة في المغرب، ولا أقصد بأزمة القراءة الصحافة الورقية كما يعتقد بعض الصحافة الورقية فقط، ولكن الإلكترونية أيضا، لأنه من الخطأ الاعتقاد بأن المعادلة هي بين الورقي والإلكتروني، ولكنها بين الصحافة كوظيفة اجتماعية وبين مواقع التواصل الاجتماعي التي لها كثير من المزايا ومنها دمقراطية التعبير الجماهيري، ولكن لها كثير من المضار في مجتمع ما زال يحاول أن يتجاوز مشاكله العويصة في التربية والتعليم. والمعضلة الثانية ذاتية، بحيث أن هناك الكثير من الاستسهال في جزء من مهنتنا والتزيب، وهناك التحلل من الضوابط المهنية والأخلاقية، ولهذا ومن أجل التحصين نزلنا إلى الميدان لنشكل جبهة وطنية من أجل المهن المهنية والممارسات الفضلة في قطاع مصداقيته واستقلاليته هي الرأسمالية. وعلى الرغم من كل ما يمكن أن نبذله في هذا المجال،
ولأن قضية الصحافة اليوم هي قضية وجودية لأنها بكلمة منكوبة. أعطيكم مثال، في جانفي 2020 قبل الأزمة كانت الصحافة المغربية في الورقية في حدود 150,000 جريدة تباع، بعد كورونا احنا في حدود 35,000. فلا يمكن أن نتغلب في معركة البقاء هذه إلا بتضافر جهود الجميع، بوعي المسؤول في أي موقع كان والفاعل الاقتصادي والمدني بأن قضية الصحافة ليست قضية مهنية فقط، ولكنها قضية مجتمع، وعلى الجميع أن ينخرط في مجهودات الإنعاش. لقد قدمت الدولة المغربية خلال جائحة كورونا للصحافة المغربية ما لم تقدمه أي دولة مشابهة لصحافتها، بحيث وصل الدعم الاستثنائي خلال سنة واحدة إلى 400 مليون درهم، وهذا يستحق الإشادة أكثر من الإشادة. إلا أن طريقة تدبير الدعم التي لم تكن متوازنة ولا منصفة تفرض علينا استخلاص الدروس والعودة لفلسفة الدعم العمومي كدعم للمقاولات والحرص على الإنصاف والاهتمام بالمنشآت الصغرى والمتوسطة وبالموارد البشرية. وبيت القصير هو إيجاد مكان لائق في هذا الدعم للصحافة الجهوية التي تشكل اليوم الأغلبية في المشهد الإلكتروني الوطني. وإذا كان هناك من رسالة لهذا اللقاء المبارك اليوم فهي أن صفحة جديدة نكتبها الآن في هذه الجهوية المغربية الواحدة، في العلاقة بين صاحب القرار في الجهة والناشط الصحفي. أنا شخصياً أعتقد هذا أول حوار وطني من أجل شراكة خلاقة لإدماج الإعلام الجهوي في الدنيا. وأقترح أن نؤسس هذا اللقاء لمدى يصبح حواراً وطنياً سنوياً للصراحة بين الجهات وبين الإعلام. سيدة والسادة، أشكر جزيلا من صميم الفؤاد ومتنين لكم ولكل من ساهم من قريب وبعيد على إنجاز هذا اللقاء، وأسم زملائي جميعا. أشكر ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.